بدري من وجهة نظرك هي كانت أهم فترة في مشوار شهاب والجيل اللي موجود معاه؟ طبعا زي ما قلت لك، احنا بعد توفيق ربنا هو سبب من الاسباب ان خلى الجيل ده ياخد فرصه في وسط اللعيبه دي والكوكبه اللي كانت موجوده. فطبعا كابتن حسام ليه دور كبير جدا ان احنا نخش وسط اللعيبه دي وان احنا نأدي وان احنا نلعب ونشارك بصفه اساسيه في وقت كان صعب لاي ناشئ يطلع فيه. فهو ليه دور كبير طبعا ان هو يبقى ما يعني سبب ان احنا نبقى موجودين في النادي الاهلي. طيب مين من الاجيال الحاليه، مش هقول شبه شهاب شويه في نص الملعب، بس بتحب تتفرج على لعبه، بيفكرك بلمسات انت كنت بتعملها مثلا؟ انا بحب امام، يعني انا بحب امام عاشور. بحب الكواليتي بتاع امام وبحب الكواليتي بتاع قفشه. انا بحب اللعيب اللي بيلعب لقدام دايما، اللي بيبقى عنده الحلول انه يقدر، ما يبقاش ان انا اقدر ابصي بس، لا انا عايز ازيد انا بالكوره، اوصل للناس، اشوط على الجول. بحب الكواليتي دوت. فاللي بيقدر يعمله دلوقتي واللي متميزين فيه دلوقتي امام وقفشه. يعني طبعا السوليه، انا بحب السوليه جدا. السوليه جيلي وعاصرته كتير لما كان في الاسماعيلي وفي منتخبات الشباب والناشئين والاولمبي. الثلاثه دول بصراحه يعني من اهم اللعيبه اللي في وسط النادي الاهلي. مروان عطيه برضو بيأدي بشكل كويس، دوره مهم جدا جدا جدا. انا شايف ان مروان دوره مهم جدا، لا غنى عنه في نص الملعب. يمكن لما بيغيب انا بحس ان نص الملعب بيتأثر بشكل كبير. بيكمل لان هو حلقه الوصل اللي ما بين خط الدفاع وخط النص الهجومي، وبيقدر يعمل الحته اللي بيدي الاريحيه للاثنين اللي قدامه يقدروا يعملوا التكمله الهجوميه ويزيدوا بشكل كويس. مين افضل لاعب خط وسط في مصر دلوقتي من وجهة نظرك؟ والله بص، ما يعني مش عايز ازعل حد، مش موضوع مش عايز ازعل، بالعكس. لا يعني انا شايف ان امام عنده اكتر من كده بكتير. يعني امام لو جاب الفورمه بتاعته هيبقى احسن 8 في مصر بالنسبه له، احسن نص ملعب في مصر. لكن انا بحب قفشه وبحب تركيزه جدا، لان هو الوقت اللي بياخد فيه بيبقى مؤثر جدا. يعني قفشه تلاقيه امبارح حتى في ماتش السادة بتجان بينزل تلاقيه مؤثر، بيبدأ تلاقيه مؤثر، بيقعد ما بيتكلمش بيشتغل. فانا بحب النوعيه بتاعت قفشه دي، يعني النوعيه اللعيب بتاعت قفشه دي، لان هو كمان على ربنا زي ما بنقول كده، فاهم؟ سايب الامور على ربنا، فتلاقيه بيجتهد ويعمل اللي عليه، فاكيد ربنا مش هيديله، لان هو اكيد بيتعب وبيجتهد. فانا نفسي امام يركز ويبدا يشتغل وما يفصل خالص عن السوشيال ميديا، يفصل عن كلام الناس، حتى من كلام ايجابي كلام ايجابي سلبي او سلبي. ركز ركز، انت عندك اكتر من كده بكتير امام، انت الناس مستنيه منك اكتر من كده بكتير. الناس ان عملت ماتش كويس اقفل خلاص، مش هفضل صفحه وانتهت. بالظبط، لازم يبقى فاهم كده، لان هو لعيب الكواليتي بتاعه مختلف. امام لم احتاجيت النادي الاهلي عشان انت لعيب مختلف. انت لعيب عندك حاجات مش موجوده في مصر دلوقتي، اللي النوعيه دي اللي كانت موجوده في كذا فرقه لا دلوقتي مش موجوده. احنا كنا بنتكلم مثلا، انت بتقول على الجيل، انت عندك كان شوقي وحسام غالي مثلا في الحته دي، عاشور، الناس دي كلها. في الفرقه الثانيه كنت تلاقي حسن عبد ربه، تلاقي محمد حمص، تلاقي في كل فرقه كان فيها اتنين او واحد مميز. وفي بتروجيت كان ساعتها محمد واحمد شعبان، الاثنين دول كانوا لعيبه طبعا جامده. فانا بكلمك ان كان في حلول كتير، لكن انت ربنا مديك حاجه تحافظ عليها، فلازم تشتغل وتحافظ عليها عشان انت جاي بناء عليها والناس بصلك البصه دي. فما ينفعش ان انا يبقى مستوايا شويه فوق شويه تحت، لا انت عندك والناس مديك الثقه ان انت تبقى كده. فاتمنى ان امام يقفل على نفسه ويركز، لان هو لعيب مهم جدا ولعيب كواليتي بتاعه مختلف عن اللعيبه اللي موجوده في مصر ان شاء الله باذن الله. طيب اسالك بقى على دوري ابطال افريقيا، وامبارح كانت في مباراه الاهلي امام استاد ابيجان، اتفرجت عليها وتابعتها بالتاكيد، شفت المكسب والانتصار ومشوار الاهلي في دوري الابطال السنه دي ازاي؟ وهل البطوله الافريقيه اختلفت شويه عن الفتره اللي كنتوا موجودين فيها؟ طبعا البطوله مختلفه بشكل بقت كبير. اقوى ولا مش موضوع اقوى قد ما هي ان انا شايف اللي على ايامنا كانت الفرق برضو جامده بصراحه. يعني على ايامنا كانت الفرق جامده، والفرقه بتاعتنا كانت طبعا فرقه جامده. نفس الكلام دلوقتي، الجيل بتاع النادي الاهلي ده جيل كويس جدا، مسهل الامور على نفسه، حاسس بقيمه النادي الاهلي. فهو ده اللي مخليه دايما في قمه التركيز بتاعه، ان اللعيبه بتقدر تفصل، مش بتاخد بطوله وتفضل مركزه، لا دايما. حتى في كلام اللعيبه تلاقيهم بيقول لك احنا خلصنا النهارده البطوله او كسبنا الماتش النهارده، بنركز في اللي بعديه. هي دي سمه النادي الاهلي، عشان تقدر تكمل وتقدر تواظب على الانتصارات. فدايما لازم اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى فاهم القصه دي عشان يقدر يتاقلم وينجح في المكان.